بدك شيء يا اخ؟ بدي بيت سيد خالد لو سمحت. خالد؟ ما في واحد بالعماره بهذا الاسم. هو ساكن عند الضابط اسماعيل. اسماعيل طلع قبل شوي. والله؟ طيب شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. وين رايح؟ بدي اطلع على الطابق الثاني. يمكن يكون ساكن فوق. لا هذا الدرج بيودي على السطوح. عسطور. طيب شكرا يا اخوي. عفواً.